ألا يقول أحرمت من أبيار علي، يعني عند المدينة ذو الحليفة، أحرمت وبعد ذلك استعملت الطيب، فما حكم استعماله؟ هذا غلط، استعمال الطيب بعد نية الإحرام حرام لا يجوز، ولكن الجاهل يعفى عنه. فإذا كنت استعملته ناسيا أو جاهلا فإنه يعفى عن ذلك، أما إن كنت متعمدا استعملت الطيب متعمدا بعد ما أحرمت يكون عليك فدية، يكون عليك فدية تخير فيها بين ذبح شاة في مكة أو إطعام 6 مساكين في مكة أو صيام 3 أيام، تخير بين هذه الأمور الثلاثة إذا تطيبت متعمدا بعد الإحرام. نعم.